السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في القناة ديالي. وصفة اليوم هو الفول المنقوب. كسرونة أو في طنجرة صغيرة كنستعمل القوب الفول المنقوب. من بعد ما نقيناه وغسلناه نضيف عليه تقريبا 2 كيسان ديال الماء، لو في ساعة كيطيب 2 كيسان ديال الماء صغار على حسب الفول. كنديرو كزبرة ومعدنوس، معلقة كبيرة عامرة من كزبرة ومعدنوس، تقريبا هاد الفول 200 غرام أو 250 غرام. كنحكو 2 دروس ديال التومة، هادو سلطات خفاف او نوع من الشرموله اللي كان شرموله ديال الفول اللي نحضروها في رمضان تاع هي شيوه خفيفه. التوابل كنحتاجو الملحه، ابزار، كمون، تحميره والخرقوم. من بعد كنستعملو معلقة صغيرة من حك ديال المطيشة، وكنستعملو زيت العود، ونخلطو كل شيء باش العناصر تندمج مع بعضيتها. والحامض مصير، حامضة مقطعة على 4 طرافي، ونسدو عليه حتى يطيب تقريبا ربع ساعة على حسب الفول اللي كان كيطيب. الفول ديالنا هو طاب كيف كتشوفو، كيجي منظر رائع بالصحة والراحة.